مرحبا. Welcome to your channel Learn Arabic with علي يسري In this video, we are going to learn new 20 Arabic words for everyday life. So. ساعة. Hour. ساعة. لدينا محاضرة بعد ساعة. We have a lecture in an hour. لدينا محاضرة بعد ساعة دقيقة من دقيقة سأكون هناك خلال دقيقة I will be there in a minute سأكون هناك خلال دقيقة ثانية سكن ثانية سرعة الضوء أسرع من الثانية The speed of light is faster than a second سرعة الضوء أسرع من الثانية سترة جاكيت سترة هذه السترة تبدو جميلة عليك This jacket looks nice on you هذه السترة تبدو جميلة عليك استلم received استلم العميل استلم الطرد the customer received the package العميل استلم الطرد يبحث search يبحث الولد يبحث عن لعبته. The boy is searching for his toy. الولد يبحث عن لعبته. يأخذ. Take. يأخذ. الرجل يأخذ نقوده. The man takes his money. الرجل يأخذ نقوده. يعطي. Give. يعطي. المدير يعطي أوامره. The manager gives his orders. المدير يعطي أوامره. ضعيف weak ضعيف اللاعب يبدو ضعيفا اليوم the player looks weak today اللاعب يبدو ضعيفا اليوم قوي strong قوي السباح قوي اليوم. The swimmer is strong today. السباح قوي اليوم. ساخن. Hot. ساخن. المشروب ساخن. The drink is hot. المشروب ساخن بارد cold بارد المشروب بارد The drink is cold المشروب بارد تفاح apples تفاح التفاح يبدو طازج اليوم The apples look fresh today. التفاح يبدو طازج اليوم. برتقال. Oranges. برتقال أفضل البرتقال في فصل الشتاء. I prefer oranges in the winter. أفضل البرتقال في فصل الشتاء أناناس pineapple أناناس عصير الأناناس لذيذ الطعم Pineapple juice is delicious عصير الأناناس لذيذ الطعم موز باناناس موز يزرع الموز في المناطق الحارة بناناس grow in hot areas. يزرع الموز في المناطق الحاره عنب grapes عنب العنب الاحمر افضل من غيره red grapes are better than others العنب الاحمر افضل من غيره جوافة 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 الجوافة فاكهة المفضلة جوافة is my favorite fruit الجوافة فاكهة المفضلة بطيخ watermelon بطيخ البطيخ مثالي في الايام الحاره watermelon is perfect in hot days البطيخ مثالي في الايام الحاره فراوله strawberry فراوله الفراوله لونها احمر strawberries are red الفراوله لونها احمر now it is review time يناير january يناير يناير هو الشهر الاول في السنه January is the first month of the year يناير هو الشهر الاول في السنه فبراير February السبت الاول من فبراير the first saturday of february السبت الأول من فبراير مارس مارش مارس الأسبوع الثاني من مارس the second week of March الأسبوع الثاني من مارس أبريل أبريل الخميس الثالث من إبريل The third Thursday of April الخميس الثالث من إبريل مايو ماي مايو مايو هو الشهر الخامس من السنة May is the fifth month of the year مايو هو الشهر الخامس من السنة يونيو جون يونيو يونيو هو شهري المفضل جون is my favorite month يونيو هو شهري المفضل yul july yul yu shahr yul hararati fi the month of july is extremely hot in egypt shahr yul yu shadeed ul hararati fi misr august أغسطس أغسطس هو نهاية الصيف August is the end of summer September September يبدأ الخريف في سبتمبر Autumn begins in September يبدأ الخريف في سبتمبر سبتمبر اكتوبر 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 طوفان الاقصى بتاريخ السابع من اكتوبر The Al-Aqsa flood was on the 7th of October. طوفان الأقصى بتاريخ السابع من أكتوبر. نوفمبر 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 هو شهر ميلادي نوفمبر is my month of birth نوفمبر هو شهر ميلادي ديسمبر 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 هو أجمل شهور العام December is the most beautiful month of the year. ديسمبر هو اجمل شهور العام. السبت. Saturday. السبت. السبت هو بدايه الاسبوع في الوطن العربي. Saturday is the beginning of the week in the Arab world. السبت هو بداية الأسبوع في الوطن العربي الأحد Sunday الأحد الأحد القادم بداية الدراسة الجامعية Next Sunday is the start of the university studies. الأحد القادم بداية الدراسة الجامعية الاثنين Monday الاثنين يوم الاثنين هو إجازة الحلاقين في مصر Monday is the day off for hairdressers in Egypt. يوم الاثنين هو إجازة الحلاقين في مصر. الثلاثاء Tuesday الثلاثاء الثلاثاء هو منتصف الأسبوع. Tuesday is the middle of the week. الثلاثاء هو منتصف الأسبوع. الأربعاء Wednesday الأربعاء الأربعاء القادم The next Wednesday الأربعاء القادم الخميس Thursday الخميس يوم الخميس هو نهاية الأسبوع. Thursday is the end of the week. يوم الخميس هو نهاية الأسبوع. الجمعة Friday. الجمعة يوم الجمعة يأتي بعد الخميس. Friday comes after Thursday. يوم الجمعة يأتي بعد الخميس أسبوع ويك أسبوع هناك سبعة أيام في الأسبوع There are seven days of the week هناك سبعة أيام في الأسبوع يستطيع كان يستطيع الرجل يستطيع العمل اليوم زمان كان work today الرجل يستطيع العمل اليوم صفر زيرو صفر رقم صفر نمبر زيرو رقم صفر واحد وان واحد شخص واحد قادر على التخطيط One person is able to plan. شخص واحد قادر على التخطيط اثنان تو اثنان اثنان من العمال تو workers اثنان من العُمّال. ثلاثة. Three. ثلاثة. ثلاثة أطفال. Three children. ثلاثة أطفال. أربعة. أربعة. Four. يوجد بالمنزل أربعة أبواب There are four doors in the house يوجد بالمنزل أربعة أبواب خمسة Five خمسة I ate five types of fruits أكلت خمسة أنواع من الفواكه ستة six ستة بلاد six countries ستة بلاد سبعة seven سبعة سبعة أحصنة في الحظيرة seven horses in the park سبعة أحصنة في الحظيرة ثمانية عيد ثمانية المكتبة بها ثمانية من اللغات المختلفة. The library has eight different languages. المكتبة بها ثمانية من اللغات المختلفة تسعة nine تسعة العمارة بها تسعة طوابق The building has nine floors العمارة بها تسعة طوابق عشرة ten عشرة, عشرة قطع من الحلوى ten pieces of candy عشرة قطع من الحلوى مدير مانيجر مدير مدير الشركه company مانيجر مدير الشركه طباخ اكوك طباخ هو طباخ جيد he is a good cook. who were tobahun jayid? muhandis engineer muhandis. who were muhandis he is a mechanical engineer. who were muhandis ميكانيكي مبرمج بروجرامر مبرمج أنا مبرمج الشركة I am the company's programmer أنا مبرمج الشركة بناء a boulder بناء بناء المشروع تأخر The boulder of the project was delayed. بَنَّاءُ الْمَشْرُوعِ تَأَخَّرُ موظف استقبال Receptionist موظف استقبال هو يعمل كموظف استقبال he works as a receptionist هو يعمل كموظف استقبال محاسب accountant محاسب لدي موعد مع محاسب الشركه I have an appointment with the company's accountant. لدي موعد مع محاسب الشركة. تاجر. merchant تاجر تاجر القماش وصل. The cloth merchant has arrived. تاجر القماش وصل يضحك لاف الرجل يضحك على المصحى The man is laughing at the joke الرجل يضحك على المصحى يبكي cry الولد يبكي. The boy is crying. الولد يبكي. لذيذة. Delicious. المأكولات المصرية لذيذة الطعم. Egyptian food is delicious. المأكولات المصرية لذيذة الطعم شاي تي كوب من الشاي A cup of tea كوب من الشاي قهوة كوفي فنجان من القهوة A cup of coffee فنجان من القهوة حليب مالك شرب الحليب مفيد لصحتك Drinking milk is good for your health شرب الحليب مفيد لصحتك ماء water كأس من الماء a glass of water كأس من الماء لحم meat هناك لحم طازج في الثلاجة there is fresh meat in the fridge هناك لحم طازج في الثلاجه دجاج chicken انا لا احب اجنحه الدجاج I don't like chicken wings انا لا احب اجنحه الدجاج سمك فيش أحب أكل السمك ورقائق البطاطس I like eating fish and chips أحب أكل السمك ورقائق البطاطس ظروف لام. أفضل لحم الخروف على الدجاج I prefer lamb to chicken أفضل لحم الخروف على الدجاج طبيب doctor الطبيب يعمل في المستشفى A doctor works in the hospital الطبيب يعمل في المستشفى ممرضة نيرس الممرضة تهتم بالمريض A nurse takes care of the patient الممرضة تهتم بالمريض مريض patient يحتاج المريض الى بعض العلاج A patient needs some treatment يحتاج المريض الى بعض العلاج أسود black it's for male الكلب اسود. Dog is black. الكلب اسود. سوداء. For female. Black for female. السيارة سوداء. Car is black. السيارة سوداء. أبيض. White, it's for male Al-thalabu, Abiyad Fox is white Al-thalabu, Abiyad Bayda, white for female Al-qittatu bayda Cat is white Al-qittatu bayda يمشي walk الرجل يمشي the man is walking الرجل يمشي يجري run الولد يجري the boy is running الولد يجري اليوم today واجب اليوم today's homework واجب اليوم أمس yesterday أمس أمس صباح أمس yesterday morning صباح أمس صباحُ أمس. غداً, tomorrow. غداً, tomorrow. أراك غداً. See you tomorrow. أراك غداً. أُسْبُوع. Week. أُسْبُوع. الأسبوع فيه سبعة أيام. A week has seven days. الأسبوع فيه سبعة أيام. سنة. Year. سنة. هناك اثنا عشر شهرا في السنة. There are twelve months in the year. هناك اثنا عشر شهرا في السنة. ثانية. Second. ثانية. ثانية واحدة. One second. ثانية واحدة. دقيقة. Minute. دقيقة. إنها الآن دقيقة واحدة قبل منتصف الليل. It is now one minute before midnight. إنها الآن دقيقة واحدة قبل مُنتَصَفِ اللَّيْلِ. ساعة. hour. ساعة. ساعة واحدة. ونور ساعة واحدة. تقويم. calendar. تقويم. شهر تقويمي calendar months شهر تقويمي الاثنين الاثنين monday اسبوع العمل يبدا يوم الاثنين the work week begins on monday اسبوع العمل يبدا يوم الاثنين. الثلاثاء Tuesday الثلاثاء الثلاثاء الأسبوع القادم. Tuesday next week الثلاثاء الأسبوع القادم الأربعاء Wednesday الأربعاء غدا الأربعاء Tomorrow is Wednesday غدا الأربعاء الخميس الخميس يوم الخميس. On Thursday. يوم الخميس. الجمعة. Friday. الجمعة. بعد غد يوم الجمعة. The day after tomorrow. Friday. بعد غد يوم الجمعة. السبت Saturday السبت ليس لدي أي خطط يوم السبت I don't have any plans on Saturday ليس لدي أي خطط يوم السبت الأحد Sunday, الأحد. لا عمل يوم الأحد. No work in Sunday. لا عمل يوم الأحد. يفعل. Do. يفعل. يفعل واجبه المدرسي. he does his school homework. يفعل واجبه المدرسي. يذهب go. يذهب. يذهب إلى الجامعة. he goes to university. يذهب إلى الجامعة يشرب drink يشرب يشرب الولد the boy drinks يشرب الولد يأكل eat يأكل 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 الحصان. The horse eats. يأكل الحصان. مرحبا. مرحبا. Hello. عندما التقي بأحد لأول مرة، أحب أن أقول مرحبا. عندما التقي بأحد لأول مرة أحب أن أقول مرحبا. When I meet someone for the first time, I like to say hello. لو سمحت. Excuse me. لو سمحت. هل يمكنك التحدث معي؟ Excuse me, could you talk to me? لو سمحت هل يمكنك التحدث معي انا اسف I am sorry انا اسف لكني احتاج وقتا اضافي I am sorry but I need more time انا اسف لكني أحتاج وقتا إضافي تصبح على خير Good night تصبح على خير يا أبي Good night father تصبح على خير يا أبي تشرّفنا. Nice to meet you. تفضّل، تشرّفنا. Please come in. Nice to meet you. تفضّل، تشرّفنا. كيف حالك؟ How are you؟ أنا بخير. كيف حالك؟

لا، no. لا yeah. شكرا، no. thank you. لا شكرا. أنا، I am. أنا علي. أنا علي. I am علي. أنا علي. مع السلامة جود باي مع السلامة أراك غدا جود باي سي يو مع السلامة أراك غدا سيء باد الطعام سيء The food is bad. الطعام سيء. جيد. Good. النوم المبكر جيد لصحتك. Sleeping early is good for your health. النوم المبكر جيد لصحتك جميلة pretty أنت جميلة جدا you are so pretty أنت جميلة جدا قبيح ugly وجه قبيح. أجلي face. وجه قبيح. سهل. Easy. هذا التكليف سهل. This task is easy. هذا التكليف سهل. صعب. difficult. صعب جدا. very difficult. صعب جدا. قريب من. near to. بيتي قريب من الجامعة. My house is near to the university Baiti Karibun Minel Jemia Baid Far Atori Hu Baid The road is far Atoriku Baid. صغير. Small. المنزل صغير. The house is small. المنزل صغير. كبير. Big. الحذاء كبير. The shoes is big. al kabir support me by subscribing to continue thank you for watching and wait for more